في موضوع آخر، يشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على إطلاق اسم اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني المرحوم سعيد عمارة على ملعب كرة القدم 13 أفريل 1958 لولاية سعيدة. حسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فإنه سيتم إطلاق اسمه على الملعب خلال حفل يشرف عليه الوزير سيد علي خالدي مرفوقا بوالي سعيدة سعيد سيودة، وأيضا بمحمد معوش أحد رفقاء الفقيد في فريق جبهة التحرير الوطني وعضو في المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.